أن السيد السيستاني والشاهرودي والمرزا التبريزي والشيخ الخراساني وغيرهم قالوا إن السيد محمد حسين فضل الله ضال مضل، الذي أفتى بذلك المرزا التبريزي قدس الله نفسه والشيخ وحيد الخراساني حفظه الله، هذول أفتياه. والسيد السيستاني قال أنا أؤيد ما قاله العلمين بس ما أفتي. لماذا أفرض رأيي على غيري؟ وإذا لم يقبل بما أرى أعتبره ضالا، أعتبره منحرفا، أعتبره قد خرج عن الملة أو خرج عن المذهب أو خرج عن الدين. لماذا؟ ما هو المبرر الشرعي؟ هذا أمر يختلف فيه المجتهدون والفقهاء، وليس من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب ولا من مسلمات المذهب. فأنا أفرض رأيي على الآخر وإذا لم يستجب لي فهو ويلاه ومصيبته. عجل هذا منحرف بعد ما دام قال هالشيء. طيب غاية يعني ما عندك حتى ما تقدر تعدل حتى هاللسان، تقول أخطأ في التعبير، اشتبه، خانه التعبير، ما تقدر حتى تهذب هذا اللسان مع العلماء، علماء الطائفة الذين بذلوا فكرهم وجهدهم في خدمة الدين وفي خدمة مذهب أهل البيت. تالي هذا الإنسان العادي لما يحمل أي فكر يجي ينبزهم بالانحراف. أين هذه المعادلة؟ أين الإنصاف؟ أين هذا في مذهب أهل البيت وفي أدب أهل البيت وفي قيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ من لم يصل، شوف احنا باعتقادنا، من لم يصل إلى الحق لعجزه فهو معذور. ما نقول احنا غير معذور، احنا نقول اي انسان من اي ملة من اي دين من اي مذهب لم يصل الى الحق لانه عاجز عن الوصول الى الحق فهو معذور.